كاين اسيدي 40 ديال الحولي تما. اه شادين 10000 8000 20000 15000 شادين من عند الناس عاطين الماري ذاك بغينا قالوا دروك تديو تسيروا تحولوا من هنايا تسيروا شي بلاصه اخرى هنا اللي ما ودي احنا راه شادين العنابر ديال الناس كي غنديروا لا العنابر قال احنا ما شغلنا واش الحوار غنمخروا نديو مواليهم ما يمكنش دايرين منا حتى النهار الاربعاء اللي نعطيهم الحواله ديالهم يجيو يخلصونا يديو الحواله ديالهم ما بغاوش راه جات الشرطه جا كل شيء جا البوليس ضلوا سادين لينا هنا حوالي راهم ماتوا لينا ماتوا لنا البهيم ماتوا لنا البهيم تما حنا مكرفسين وكارين 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 المكازا بمليون و40 وجايبين الكاميو ب 80000 وجايبين الخدامه ومكرفسين ومحنين وعايشه الملك دابا عندكم النمره التليفون ديال الناس اللي ما عندنا لا نمره لا والو احنا تمر غنديو هادشي ديالهم يتريتيرو السلام عليكم شنو غديروا دابا عايشه الملك اش غنديروا ما كاين ما نديروش غنديروا اش غنديروا نحضروا سادين ناكلوا النهار احنا باقي مكملين بالليل اش غنديروا كي غدارت لينا اش غنديروا ما بقى ما غندير دابا السلطه قالت لكم ما تصبحوش هنا ما تصبحوش الا صبحتوا صباحنا صابتكم السته هنا غنديو الغلم راه نص داو الفوريان نص راه داو الفوريان نص راه ما عادين داو ما حسبنا ما هما حواش رجعوا داو سيدي حبسونا هنا قال لك الزبايمك ما تبيعش هنايا ممنوع قال لك هنايا ما عرفنا اللي ممنوع واش هنايا بوحدو ولا ممنوع على الدار البيضاء كامله كون كانت ممنوعه خاصهم يعلمونا قبل ما نجيوش ما نصيروش الفلوس كاريين المكازا بمليون هازين البهايم جايبين العلف ما ندخلوش للدار البيضاء ممنوع الدار البيضاء خاصنا ما ندخلوا لاش يكون اعلان لان كاع الا كان شي حاجه شي قرار من الوزاره كيكون اعلان حنا ما علمونا ما والو حتى جاو قالوا لكم حيدوا جاو هما جاو قال لك حيدوا من هنا ما عندناش فين نمشي قلنا لهم نعم فين نمشي ساعة القيد كاين شي بديل قال لك سير انت وياهم للبحر اش باش غنديو هذا الحول قالوا لنا غتديو الحولي مع الصباح مع 6 الصباح ما لقاوكش لا كانت 6 في 6 الصباح غيكون كلام اخر ما عالمين جينا يومين بعنا 60 ديال الحولي الناس خلونا لنا عرابه كيلموا 20 مول 30 مول كذا كيجيو عندنا ما كنعرفوهم دابا غنهزوا الحولي اش غنديو لهم رزقهم ولا شنو صافي لهذا الشيء اللي كاين واش هما حيدوا الكراجات كل شيء ولا غير لا هو ذاك العيديه هو شاد الباب من هنا وحل الباب من الاتجاه الاخر ولكن البرنامالي وعنده الفلوس العقار حنا ما عندنا والو عندنا الله احنا مساكين قال لك حق انتم كالعروبيه كتديو الفلوس كتخزنوها كتديو الفلوس وكنخرجوا نشريو من السوق البهايم كنبقاو نربيو كنحافظوا حنا على الاقتصاد الحل قال غتهز مع الصباح فين غنمشي انا دولينا مع 30 اه ما عرفنا داكشي كيفاش ما فهمنا والو ما عرفش انا اش غندير ما فهمت والو اش غندير ديار ديال الله كون قال سيدنا ما كاينش العيد ما نجيوش حنا يخرجوا لنا خبر في التلفازه نتفرجوا بان العيد ما كاين ما نجيوش للدار البيضاء صافي ما غنجيوش حنا جينا خسرنا مكازا مليون كام يد 100000 كي غنديروا العلف جنة والله القسم لجوج ملايين هما الناس هادو تكرفصوا علينا هذا هو المشكل يديروا لنا شي حل يعلموهم في الاول يقول لهم ما غاتجيوش راه كاين واحد القانون راه ممنوع يتجيو هذيك الساعه العيب علينا هذيك الساعه الا جينا يديروا اللي عجبهم ما كاين اللي يسول فينا ما كاينش شي خاص يسول فينا شهر يعلمونا قبل يقول لك اودي شوف الغنم راه ما تدخلش للدار البيضاء وماشي الحزام كبير والحي المحمدي هو اللي ما تبعش فيه الغنم حي الفرح كتبع فيه الغنم كاع جميع هذوك العمالات كلهم كيتباع كيتباع فيه المغنم الا الحي المحمدي ما كتبعش الغنم ما نعرفش علاش ما كاينش علمتينا علمتينا فين غنمشي اش علمنا فاش علمنا ما كاينش علمتينا علمتينا عطينا شي بلاغ رسمي يقول لك راه شهاده ممنوع ممنوع تحط هذيك الساعه لعب علينا لا جينا حطينا ما كاين حتى بلاغ ما كاين حتى شي وثيقه ما كاين حتى شي حاجه وقلت لي ما تحطش فين غنمشي المكازا بكريه ب 10000 درهم من رمضان الموت الناس هذو قبل قول لهم راه ما كاينش ملي كان كورونا قول لهم حتى العيد راه ما كاينش سيدنا عاطينا العيد وباغي يعيدوا وباغي كيتكرفص علينا الناس هذو تكرفصوا علينا السينما كاع العالم تفرج فينا ماشي معقول هذا الشيء هذا الخسارات بلا ما كاين حاسب باغي تحسب شي خساره دابا باقي ما محسوبه حتى خساره الخساره باقي ما محسوبهاش دابا ما عرفوا حتى خساره خساره هي الغلب كاع ولد عرجه اللي بغى يشري شي عيد يشري عرج ما يمكنش يشري عرج الحل يديروا معنا هاد الناس حل هاد الناس وما يديروا لنا الحل خلونا نبيع ونشريو الغنم ديالنا على ماذا؟ راه 500 جوج الملايين هادي صغير عندنا حنا بالكاميو والعلف والمكازا جوج الملايين مشات
منين غنشدوها؟ البهيم ماتوا، حنا تكرفصنا، ما بعنا ما شرينا والو. انا ما جات السلطه مع هذيك ما ربهم من البارح وما تعلموا على اساس باش يحيدوا وما وقيلاش شدوا معاهم ضدهم قالوا لي ما نحيدوش. التدخل تما تم التدخل الطريقه باش ياخذوا لهم الحواله ديالهم، ماشي اللي عرفنا ما خدنا ما عرفناش بزاف ديال الحوايج. انا اولا هما قالك من البارح والسلطه تقول لهم انكم خاصكم راه جاك السلطه هذاك هادشي التصرفات جات من الفوق وهما تيقول لهم بحال لا شدوا معاهم الضد والزكير وهذاك الشيء وراهم هذا هو النتائج ديالهم راه تيهزوا لهم في الحولي. ودابا الناس ساكنه دخلت طلباتهم على اساس باش غدا يحيدوا هذاك الشيء على خاطرهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.